الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن نادي الاهلي، هنرد فيها الكذب والشائعات المغرضة. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها في فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اذن حضرتك لايك للفيديو ده، لان في الفيديو دوت وعايز دعم من حضراتكم قوي جدا لمحمد شبانة، لان بدأ الاشتباكات والخناقات مع محمد شبانة علشان الراجل بيقول كلمة حق، عشان الراجل بيقف في صف النادي الاهلي، علشان الراجل هو الاعلامي الوحيد اللي بيراعي ربنا في اخباره ونقده لكل الامور في الرياضة المصرية. دعم محمد شبانة ولايك للفيديو ده خليه يوصل لكل الاهلوية، وشوفوا ليه واحد زملكاوي بيتخانق على الهوى مع محمد شبانة عشان بيدافع عن النادي الاهلي. عايز اقول للاخ شوقي دبابيس، شوقي دبابيس ده يا جماعه يعني ده مجرد اكذوبه عايشه على الهواء، فيها شويه هواء كده ماشي بيمشي بيهم. هذا الاكذوبه كل شويه بيحاول يطلع بموضوع، يحاول يركب بيه ترند، يحاول يظهر نفسه، لانه حد يعرف مين شوقي دبابيس؟ ما حدش يعرف مين شوقي دبابيس. حد يعرف مين شوقي بتاع الجاموسه؟ ما حدش يعرف مين شوقي بتاع الجاموسه. واكل ورث اخواته البنات؟ ما حدش يعرفه. فعشان يبان لازم يخبط في اي حاجه فيها اسم النادي الاهلي. ايوه زي ما انت سمعت كده، عايز تطلع، ايوه لو انت بتسمعني عايز تطلع على الهوا، عايز تطلع في قناه كبيره، عايز القنوات تجيبك، عايز مهيب عبد الهادي يستضيفك ويدي لك $5000 في الحلقه وكده، روح اطلع اشتم في النادي الاهلي، اطلع اتريق على النادي الاهلي، شوف نجم من نجوم النادي الاهلي او حتى كابتن محمود الخطيب واطلع خبط فيه، خبط خبط يعني، تمام؟ اطلع قول الاهلي بيكسب بالحكام، اطلع تبص قول اي تهمه في النادي الاهلي، اطلع قول لو الاهلي كسب طلايع الجيش هذبح معزه، اطلع قول لو الاهلي كسب مش عارف الماتش اللي بعده غزل المحله هذبح خروف، هوزع عيش وجبنه، وهكذا. هتلاقي الاعلام هيجيبك، هتلاقي القنوات الفاضيه هتجيبك. فالاخ التافه اللي اسمه شوقي دبابيس طالع يقلل من النادي الاهلي وبيقول لك رونالدو وسامة حسني، رونالدو كان عايز يجي النادي الاهلي بس شويه اختلافات والاهلي رفض عشان سقف الرواتب، يعني نوع من انواع التريقه على النادي الاهلي. هو الاهلي اتكلم؟ عمرك سمعت حد في الاهلي بيتكلم انه تفاوض مع رونالدو؟ يعني انا سمعت قبل كده نادي الزمالك قال لك احنا هنجيب رونالدينيو، هنجيبه خلاص قولا واحدا، والله العظيم قولا واحدا، وكان مع خالد الغندور قال لك قولا واحدا رونالدينيو في الزمالك، خلاص يا جماعه احنا خلصنا واتفقنا وجبناه، ولحد النهارده الطياره جايه ان شاء الله هتوصل بالسلام. لكن عمرك ما سمعت النادي الاهلي طلع قال هنجيب لا رونالدو ولا رونالدينيو ولا اي حد. الاهلي بيتعامل وفق امكانياته، الاهلي بيتعامل وفق قدراته. لكن واحد تافه زي دبابيس مش لاقي شغل ولا مشغله يطلع يتريق على اسياده في النادي الاهلي علشان الاعلام يجيبه، علشان مهيب يجيبه، علشان يطلع يكبر على حس النادي الاهلي او على حساب النادي الاهلي. يعني ليه انت ما تحاولش مثلا تاخد لك مثلا كورس في التحليل الرياضي او كورس في اي حاجه تفيد نفسك وتتقل نفسك، وبعد كده اطلع يا سيدي في اي برنامج. لكن زي ما بقول لك دلوقتي الاساس عشان تطلع تظهر في اي برنامج حتى كضيف زي بتاع الجاموسه ده، مش هينفع تطلع الا لما تكون بتخبط في الاهلي او بتتريق على النادي الاهلي. امبارح رئيس نادي الزمالك فاجأ خالد الغندور على الهواء. خالد الغندور كان امبارح اخر حلقه بالنسبه له، خلاص عقده بينتهي، وخالد الغندور بقاله شهر عمال يلف لف، يعني لف كعب داير زي ما بيقولوا عشان يشتغل في اي قناه، وبدا يرمي لنفسه ان انا بقى عايز اشتغل محايد وعايز اشتغل في قناه محايده، وانا 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 يا جماعه مش عايز اشتغل في قناه فئويه والكلام ده كله. ليه؟ علشان يعمل ارضيه للقنوات اللي خايفه تضم خالد الغندور عشان خاطر جمهور الاهلي. انا بقول لكم عايز اشتغل محايد وهشتغل شغل ناس يعني على الحياد يعني. وقلت لك اوعى يا اهلاوي، وكلامي واضح والفيديوهات بتاعتي موجوده، اوعى تصدق في يوم من الايام ان اللي زي خالد الغندور ده باللي جواه هيبقى حيادي في يوم من الايام. انسى انسى وخد السبنسه، مش عمره ما هيكون حيادي.
امبارح رئيس نادي الزمالك اعلن تجديد عقد خالد الغندور، بس اتقال حاجة غريبة، قال لك احنا اتفقنا مع الشركة المتحدة. نعم، الشركة المتحدة، هي الشركة المتحدة لسه ماسكة قناة الزمالك؟ ده سؤال. هي الشركة المتحدة لسه ماسكة قناة الزمالك؟ يعني الشركة المتحدة هي اللي بتدفع الفلوس لحد دلوقتي؟ مش عارف. قال إن محمد صبري هيقدم حلقة في زملكاوي لأنه مثقف ومحترم، وقناة الزمالك نمبر 1. قال إنه بيقول للجمهور لموا العيال اللي بتقول مصطفى بن شرط راجع ومصطفى شلبي هنمشيه، واللي بيقول شبانة لازم مش عاوز يرجع، لا مش هو مش هيقعد في سموحة من وش فرج عامر. وقال إن إمام عاشور، الناس اللي بتقول إن إمام عاشور رايح الأهلي، عيب، أنتوا بتضغطوا على مجلس الإدارة، أنتوا بتركبوا اللاعب على النادي، هو لا في دماغه الأهلي ولا الكلام ده، وإيه يا مهيب بطل فتي وابعد عن الزمالك. ده أهم ما ذكره رئيس نادي الزمالك فيما يخص تجديد عقد خالد الغندور. امبارح كان يوم الخناقات. امبارح كان يوم الخناقات والاشتباكات في الاستوديوهات. طبعا زي ما قلت لك، اي برنامج دلوقتي عايز يركب ترند، عايز يشتهر، عايز يعمل مشاهدات، هات اتنين يقعدوا يخبطوا في بعض، يرزعوا في بعض، يقلوا ادبهم على بعض، او يتريقوا على بعض ويسخروا من بعض، وفي النهايه البرنامج بيعمل مشاهدات والبرنامج بيشتهر. وفي برامج كتير كده وانتوا عارفينهم بالاسم يعني. من ضمن البرامج امبارح كابتن رضا عبد العال معاه واحد من النقاد وهو خالد طلعت. فرضا عبد العال اتسأل سؤال: ماذا يحدث لو رضا عبد العال درب المنتخب مكان كيروش؟ كيروش مع المنتخب وصل نهائي افريقيا، وصل المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم، دي أهم إنجازاته، طلع رابع كأس العرب، دي أهم إنجازاته. رضا عبد العال هيعمل إيه بقى؟ ها اسرح كده بخيالك معانا وقول لي ماذا لو رضا عبد العال بيدرب منتخب مصر اللي فيه محمد صلاح وفيه تريزيجيه وفيه النني وفيه مصطفى محمد وفيه لعيبة النادي الأهلي، هيعمل إيه؟ خالد طلعت طبعا التريق، قال لك يعني هو نجح في حاجه؟ منتخب مصر ايه؟ انتوا عايزين تضيعوا مصر؟ انتوا عايزين تضيعوا مصر؟ يعني هو رضا عبد العال عمل ايه مع طنطا؟ ده هبط طنطا. منتخب مصر لو هيلعب في دوري هيهبط. هيهبط مع رضا عبد العال، يعني لو بلعب في دوري ممتاز ودخلت منتخب مصر ده في الدوري الممتاز هيهبط. لو منتخب مصر ده هيلعب في تصفيات امم افريقيا مش هيصعد. لو هيلعب في تصفيات كاس عالم مش هيصعد، يعني تصفيات افريقيا نفسها مش هتصعد. مش هتصعد لان رضا عبد العال مش مدرب. ومعرفش ليه رضا عبد العال مش عايز يقتنع بكده. يا رجل رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. انت ليه مش عايز تعترف انك ولا حاجه في التدريب، صفر تدريب، ممكن تكون كنت لعيب كبير في الاهلي وفي الزمالك. دي حاجه نبصم لك بيها. لان وقتها ما كانش فيه لعيبه مهاريين في وسط الملعب، ويمكن انت اللي كنت ظاهر وقتها. لكن مع احترامي الكامل انت فنيا صفر. صفر وصفر كبير، صفر ومجموعة اصفار. فانت ليه بتزعل من الكلام ده؟ ليه تزعل؟ منتخب مصر رضا عبد العال مين اللي يمسك منتخب مصر؟ ورضا عبد العال مين اللي اتحط مع كيروش في مقارنة؟ انتوا بتتكلموا ازاي يا اخوانا؟ يعني رضا عبد العال ده لا يقارن الا بمدرب الدرجة التانية والتالتة، مش مدرب الدرجة الاولى بتاعت الممتاز. فانت تتخطى ده كله وتتجاوز ده كله وبتقارنه بكيروش؟ لا، دي فيها اهانة لكيروش، فيها اهانه كبيره لكارلوس كيروش. اخ رضا عبد العال بيهاجم النادي الاهلي، بيقول لك هو ليه الاهلي ما بياخدش الا لعيبه الزمالك؟ هو ليه الاهلي مش سايب لعيبه سايب لعيبه الدوري كلها وما بيروحش غير لعيبه الزمالك؟ قال لك خد كهربا وقابلهم طارق السعيد وغيره، ما تطلع انت نجوم. قال لك انا دلوقتي الناس اللي بتتكلم على امام عاشور يجددوا ليه امام عاشور وهو لسه فاضل له سنتين؟ وبعدين امام عاشور عمل ايه للزمالك؟ جاب دوري وكاس، هات لي دورين ثلاثه وافريقيا وبعدين ابقى اتكلم واقول عايز اجدد. بالمناسبه هم بيكذبوا الكذبه وبيصدقوها. اولا مفيش حد كلم امام عاشور من النادي الاهلي عشان نبقى واضحين، دي شغله وكيل لاعبين باصه السبوبه والمصلحه لمهيب ومن على شكله مهيب، طلع قال الخبر ان الاهلي بيفاوضه عشان يضغط على اداره الزمالك، لا اكتر ولا اقل.
فما تكذبوش الكذبة ودي اطلعوا تصدقوها مع نفسكم. وانا بتحدى مهيب نفسه ان لو معاه دليل واحد يطلعه، لو انت راجل طلع اي دليل ان الاهل بيفاوض امام عاشور، لو انت راجل اعلامي محترم، لو انت راجل بتتعامل بمهنية. لكن انا بقول لك انت ما عندكش مهنية، لان المهنية معناها ان انا قبل ما اطلع اتكلم بمعلومة لازم يبقى عندي مستند ودليل وعندي مصدر. مصدر ايه مصدرك؟ مصدرك طارق ابو شمة اللي يقول لك انا شامم ريحة الدوري من بعيد، انا شامم ريحة افريقيا من بعيد، هو ده مصدرك؟ هو ده مصدرك؟ احنا نهزر؟ الاخ رضا عبد العال بيقول لك الاهلي ما بياخدش غير لعيبه الزمالك، امال الزمالك بيعمل ايه مع لعيبه الاهلي؟ على الاقل الاهلي لما جاب لعيبه الزمالك جابهم وهم عقودهم خلصانه. جابهم وهم عقودهم خلصانه، انما الزمالك بيفوض لعيبه في الاهلي لسه عقودها موجوده. الاهلي لعيبته لسه العقود بتاعتها موجوده، لسه قدامها سنه واثنين وثلاثه والزمالك بيفوضهم. هو انت ليه الاهلي جابك؟ لما انت زملكاوي قوي كده والزملكاويه اكلاك، ها والزملكاويه اكلاك جامد، ليه بعت الزمالك وما رضيتش تكمل في الزمالك ورحت للاهلي؟ ليه سبت الزمالك؟ ما لولا الاهلي كان زمانك مبطل كوره، لولا الاهلي كان زمانك هتروح لك اي نادي ملوش لازمه واخد بالك، وكنت هتدفن فيه وخلاص. كان في لاعب اسمه رضا عبد العال بيلعب في الزمالك، ولا كان حد هيفتكرك ب 2 3 جنيه بيض، محدش هيفتكرك. انت لحد النهارده بتتواجد في الاستوديوهات التحليليه بسبب شرف انك لبست تيشيرت النادي الاهلي، ده كان شرف ليك انت وجودك في الاستوديوهات النهارده، لانك لعبت في النادي الاهلي في يوم من الايام. بعيدا عن الهكس والهجايس والهزار والتريقه والحاجات دي اللي انت بتتريقها على خلق الله، لكن لولا انك كنت لاعب في النادي الاهلي والله ما كان حد بصلك، ولا كان حد شافك، ولا كان حد قال لك انت فين وبيوم فين بيودع على منين، فين بيودع على منين. عايز اقول للاخ احمد الخضري، للاسف الشديد قناه النادي الاهلي اصبحت يعني عارف انت اللهم اكفني شر اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بهم. قناه الاهلي الاستاذ احمد الخضري لما الزمالك مشاه من رئاسة تحرير مجلة الزمالك، النادي الأهلي قناة الأهلي استضافته وحضنته كأنه أهلاوي، والله ما بيعملوا كده مع الأهلاوية، لكن استضافوا هذا الرجل وكبروه ولمعوه بعد ما كان خلاص مفيش حاجة اسمها أحمد الخضري، وشوبير جابه ولمعه وظهره لحد ما بقى فيه أحمد الخضري تاني. فالنهارده احمد الخضري بيرد الجميل للنادي الاهلي، بيرد الجميل للنادي الاهلي. طالع مع محمد شبانه، بيشتبك مع محمد شبانه، والخلاف قوي جدا بينه وبين محمد شبانه على الهوا بسبب اكتر من حاجه. بيقول لي شبانه انت مجامل زياده عن اللزوم للنادي الاهلي وواقف في صف النادي الاهلي. ليه يا شبانه انت عملت ايه؟ عشان شبانه قال ان كهربا هيدفع نص الغرامه مش الغرامه كلها، بس لا. عشان شبانه قال ان الاهلي يستحق رعايه كبيره زي اللي بياخدها مع الرعاه بتوعه، وان الاهلي الافضل على الاطلاق، وان مفيش نادي في مصر يساوي النادي الاهلي في الرعايه بتاعته. عشان شبانه بيذيع الحفل بتاع الرعايه بتاع النادي الاهلي اكتر من مره. عشان شبانة بيتكلم ويقول ان الجمعية العمومية ما اكتملتش في النادي الاهلي، بالرغم ان الاخ احمد الخضري موجوع وزعلان ان ازاي الجمعية العمومية بتاعت النادي الاهلي تتعمل يوم تلات مش يوم جمعة. ليه تتعمل يوم تلات؟ هو بعيدا عن تلات وجمعة، انت مالك واحد حالق دقنه، انت مالك اعملها تلات، اعملها جمعة، اعملها خميس، اعملها سبت وتلات، مالكش فيه، مالكش فيه. روح في ناديك اتكلم في ناديك. هو انا سؤال لاحمد الخضري واتحدى انه يجاوبه، هل عندك يا استاذ احمد الجرأة والشجاعة الادبية بما انك صحفي وصحفي كبير تقدر تتكلم نص كلمة عن اي سلبية في نادي الزمالك؟ اتحداك.
اتحداك تطلع على الهوا مع محمد شبانه تقول ان في مشكله او في ازمه او في سلبيه في اداره نادي الزمالك، وانت عارف ليه كويس، لان ساعتها هيطلع لك القديم كله. عشان كده انت بتطلع تخبط في النادي الاهلي. لكن شبانه المحترم عرفك انت ورد عليك رد محترم. شبانه ما بيطلعش ايجابي للاهلي للاسف الشديد، لان احنا تعودنا على عدم الموضوعيه والحياد في الطرح. اصبح لما واحد يطلع يبقى حيادي يبقى مجامل للنادي الاهلي. الناس كلها طلعت اتعلمت وتعودت ان الدنيا كلها رايحه في سكه زمالك 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 زمالك، فلما يطلع واحد عكس دول يقول لك ده مجامل للنادي الاهلي. قولوا لي ارائكم في موضوع احمد الخضري. شكرا لكم، سلام.